خلوني طيب اتكلم مع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت مساء الخير. مساء النور استاذ ساره، ازيك؟ اهلا بحضرتك. حضرتك كنت من الناس اللي شايفين انه هيحصل تعويم الجنيه؟ لا طبعا انا قلت لا، والحقيقه البنك الاستثمار الذي يعني ركزوا عليه كثيرا في الاعلام، وانا حتى تعجبت على صفحتي على الفيسبوك وقلت اشمعنى بتركزوا مع البنك ده، خاصه وان القسم ده قسم البحوث لهذا البنك اصدر ثلاث توقعات ورا بعض كلهم انا خالفتهم، وجاء قرار المركزي ليؤكد كلامي ويخالف توقعات هذا البنك. مره بخصوص تثبيت سعر الفايده ورفعت، ومره قال لك هتنزل وثبتت، ومره قال لك هتطلع، وهكذا كل مره يقولوا حاجه نقول عكسها. الان قال وبالتفصيل خطه تعويم الجنيه مدارا. على فكره كلمه التخفيض هي ايضا تعويم، ولكنه تعويم مدار او تعويم جزئي. ففي الحالتين احنا بنتكلم على تعويم. يعني ايه تعويم؟ نوصل للمشاهد البسيط، يعني تترك الدوله يدها لتحدد الدولار وفقا للعرض والطلب ولو جزئيا. يعني ايه جزئيا؟ يعني زي ما يقول ايه، عشان نبسط الصوره، كان واحد شاب ايده ورجع مسك تاني، فانا سبت ايدي عشان يتحدد وفقا للعرض والطلب، بس بحيث انه يوصل لسقف معين وبعدين اربط تاني اقفله تاني عند السعر ده. ده التعويم الجزئي، وده اللي حصل في مارس الماضي. لكن التعويم الحر اللي هو عمره ما هيحصل ابدا، واللي ما فيش دوله بتعمله بشكل تام 100%، هو انه يترك تماما بقى يتحدد وفقا لاليات العرض والطلب بشكل تام. قلت عن التعويم عموما، وقلت في كل وسائل الاعلام لحد الامس، كنت بكرر ان التعويم مثله مثل العوم في بركه جافه. المشكله ان انا ما عنديش ميه عشان اعوم فيها. طيب دكتور مدحت، طيب ايه السبب طيب في انه كان في تاكيدات صحفيه في التقارير الصحفيه انه خلاص هيحصل التعويم خلال ساعات؟ المقدمات كلها تؤشر بان لازم هيحصل حركه تصحيح. ما هي المقدمات؟ هناك فجوه كبيره جدا بين سعر السوق السوداء، ومستمره في الارتفاع بين سعر السوق السوداء والسوق الرسمي. دي واحده. هناك ندره في الدولار بتاع جعلت بعض الشركات تغلق اعمال وتقفل، مش عارفه تحول، مش عارفه تجيب دولار باي سعر حتى، مش عارفه تجيبه، وما تقدرش انها تمارس انشطه السوق السوداء لان قواعد هذه الشركات تمنعها من هذه الممارسات. يبقى اذا انا محتاج ان انا اوفر الدولار، عشان يتوفر محتاج اوفر له سعر يخلي الناس تطلعه، يخلي الناس تشيل تطلعه من تحت البلاطه وتطرحه وتعرضه. هذا السعر الرسمي غير واقعي بصراحه. طيب هذا السعر غير الرسمي، السعر الرسمي اللي هو غير الواقعي اللي موجود دلوقتي هو اللي نزل بيه عطاء النهارده. لكن هذا العطاء مطلوب انه يفضل بالسعر ده، ليه؟ لانه بيوفر الدواء، بيوفر السلع الاساسيه، بيوفر امور مدخلات الصناعه اذا وصل لمرحله مدخلات الصناعه. كمان هناك مؤشر اخر خلى الناس تشك في كده، لما لقوا ان البنك المركزي بيعلن امبارح من غير اي لازمه ان الاحتياطي وصل 19.5 مليار، بينما ده مش وقت اعلان عن الاحتياطي، وهذا ايضا يرجعنا الى اللقطه اللي بقولها دايما، ان انا راجع عند لقطه الاحتياطي فيها كبير واطورها. طيب الاحتياطي كبير، طب المراكز المكشوفه في البنوك قد ايه؟ للعالم الخارجي ما نعرفش. طب في قد ايه كيو؟ قد ايه صف كبير لسه كبيره قائمه انتظار للدولار؟ ما نعرفش. يبقى ده رقم ما نقدرش نعتمد عليه، لكن طب يبدو ان ده بين نيه ان انا احتمال افكر احرك السعر. طيب في الحاله اللي احنا فيها دي، اللي احنا فيها من يوم السبت، الازمه دي مين يتحمل مسؤوليتها؟ هل انه البنك المركزي ما كانش واضح في تصريحاته من بدايه الاسبوع، ولا الصحافه اللي تسرعت واستنتجت وحللت ونشرت كمان خطط حكوميه لمواجهه تعويم الجنيه؟ بصي انا مش عايز بصراحه الوم على حد، يعني هي في النهايه طبعا انا بلوم على الناس اللي ركزت على جانب واحد من التحليل، واللي ركزوا على تقرير واحد اللي هو الصادر بتاع بنك بلسوم. لكن انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان احنا محتاجين يبقى عندنا الاراء المختلفه. يعني حتى التقرير اللي انا بعيبه ده، واللي دايما واللي بتهمه حاليا بان هو غير واقعي ومش شايف الازمه اللي ممكن يخلقها عمليه التعويم الجزئي حتى او المدار في هذه اللحظه الراهنه مع ندره الدولار اصلا. لكن ايضا عايز اقول ان ده توقعات، يعني هو الراجل عمل دراسه ويبني توقعات، هو بيقول دي توقعات، ما بيقولش ان انا عندي معلومات. لو قال لدي معلومات انسايدر وعندي معلومات داخليه بتؤكد هذا، يحاسب، المفروض يحاسب على طول، لان ده كلام بيخل وبيسبب ازمه. لكن واحد يقول انا والله بتكهن ان الدولار هيعلى، الا لو استفاد من هذه التكهنات في تعاملات في البورصه او في غيره او في غيره، اذا استفاد منها وتعامل وفقا لهذا التقرير الذي اصدره، من حق طبعا الجهات الرقابيه انها تسلم في تعاملاته، ومن حقها انها تحاسبه وتساله ماليا وليس جنائيا. يعني هو مش مخالفه يحاسب عليها بهذا الشان. محتاجين دلوقتي يبقى عندنا تصور هنتعامل ازاي مع ازمه الدولار. ما ينفعش ان انا اعوم وانا عندي ازمه موارد الدولار، انا ما بتخشليش دولار كافي.
يبقى كاني بقوم بالظبط زي ما بقول لحضرتك في بحيره ناشفه. ازاي هعومه؟ هيقوم فين؟ ما لازم يبقى فيه طيفين دولار اصلا عشان يعوم، عشان يقدر الجنيه يعوم قدام. فالكلام ده مش منطقي دلوقتي، واعتقد ان محافظ البنك المركزي مدرك لهذه الصعوبه. انا عايز اشكر حضرتك الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع على وجودك معانا ويعني تعليقك على الخبر ده.